وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، قال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تنقل التعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستويات أشمل. ستكون هناك اجتماعات مشتركة بين الجهات ذات العلاقة ولتنظيم ووضع آلية عمل للاستفادة وتبادل الخبرات، وهذه الجدول التنفيذي يؤكد في أوضح صورة جدية الطرفين في تنفيذ ونقل ما هو موجود في مذكرات التفاهم إلى واقع ملموس وواضح جدا في هذا الجانب. نعم. يعني أنا أعتقد أن هذه الخطوة تجسد ما يربط البلدين الشقيقين من أهمية تنطلق أيضا من دستور مملكة البحرين، يؤكد دائما على العمق العربي. قانون التعليم في مملكة البحرين يؤكد في أهدافه على العمق العربي الذي تستند إليه وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برامجها وعلاقاتها الثقافية مع الدول.